إشادة بجهود الجزائر ودور رئيس الجمهورية في المنطقة العربية. الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تؤكد أن الجزائر كانت السباقة في تعزيز التنسيق العربي في جميع المحاور خاصة في الجانب الأمني، ولم يستثني خطاب محمد بن علي كومان تضحيات الأجهزة الأمنية في بسط الأمن والسكينة. بداية أسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى سيادة الرئيس على ما بذلوه من جهد مشكور وتنظيم محكم وحسن استقبال وكرم ضيافة، وهو أمر غير مستغرب من دولة الجزائر العزيزة بلد الكرم والأصالة. ولا يفوتني أيضا أن أشكر كافة رجال الأمن في دولة الجزائر على ما بذلوه من تضحيات، وذلك في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين. في شق مكافحة الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية أن تجربة الجزائر في دحر الإرهاب ومقاربة رئيس الجمهورية المبنية على المصالحة الوطنية أنموذج فعلي، مؤكدا على أن احتضان الجزائر للدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب دليل على أن الجزائر كانت ولا تزال السباقة في إنجاح هذه المواعيد. ولعل من نافلة القول أن أنوه بالتجربة الثمينة التي اكتسبتها بلادي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المستمدة من سياسة المصالحة الوطنية التي يزدها السيد رئيس الجمهور فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ونحن على استعداد من أجل مشاطرتها مع أشقائنا العرب انطلاقا من مبدأ التضامن العربي والحرص على المساهمة في تعزيز المكافحة الجماعية لهذه الظواهر الإجرامية الخطيرة التي لا تعرف حدودا. التباحث في محاربة التهديدات الأمنية والجريمة المنظمة مع الارتقاء بالعمل العربي المشترك ستكون أهم مخرجات لقاء وزراء الداخلية العرب بعاصمة الجزائر.